اسمي رضا أبو دقة، عمري 30 سنة، متزوجة، عندي 4 أطفال، ولدين وبنتين. أحمد عمره 9 سنين، وغيداء عمرها 8 سنين، غنى 5 سنين، ومحمد عمره سنة. ساكنة بمنطقة العبسان الكبيرة، منطقة الفخاري. إحنا ناس مزارعين، عندنا حمامات زراعية بنزرعها وعايشين منها كلنا الحمد لله قبل الحصار على غزة، وكان وضعنا 100%. بنينا بيتنا من وراها وكان الوضع كويس وتمام التمام، والحمد لله كنا عايشين يعني مسلكين أمور بيتنا وأمور الزراعة، وأمورنا كانت تمام التمام. بعد الحصار طبعا على غزة في 2006-2007 صار الوضع صعب كتير، وصارت الحياة صعبة بسبب إنه كل شغلة في الوضع، وما فيش استيراد ولا تصدير للخضرة، وصار الوضع الأدوية والسماد والأشياء هذا غالية، وما فيش، والسعر الخضرة كان رخيص طبعا في السوق، وما فيش أسعار بالمرة، كانت تعبان الأسعار. صرنا يدوب قدنا نقدر نمشي وضعنا في البيت ووضعنا في الأرض، يعني صبنا أرضنا من كثرة ما كانت الحياة غالية على الآخر، وكان وضع الخضرة تعبان في السوق يعني رخيصة على الآخر، صار سعر الدواء أغلى من سعر المحصول. 5-7 طبعا لما بدأت العملية العسكرية والحرب على غزة صار الوضع صعب، يعني بالنسبة لنا في الزراعة ما قدرناش نشتغل كثير فيها، صرنا احنا ما نقدرش نتحرك في الأرض الخالية من كثرة الزنانات في الجو، وهذا الواحد يخاف، فأهملنا الخضرة تاعتنا وأهملنا أرضنا، وكنا احنا عندنا يعني عندنا محصولنا على وجهنا ننقي منه، هذا صار وضع صعب، وضلينا يعني خلص ما أهملناها، واضطرينا في نص الحرب تقريبا لما اشتد العدوان وبدا الاجتياح البري اضطرينا ان نسيب بيوتنا، لان احنا منطقه حدوديه وخاليه، ورحنا على المدارس. لما صارت الهدنه بخمس ايام اجينا على بيتنا عسبت اني اخذ شويه اغراض لاولادي اشوف لي شيء، لقيت بيتي مدمر، الخضره مدمره، ما فيش ولا شيء، الارض كلها متجرفه ولا شيء له معالم يعني انها كانت هذا ارضنا. ما صدقتش لما شفت الشيء، انصدمت يعني، ما عرفتش حدودنا من حدود جيراننا، ما لقيناش ولا شيء، حمامنا ما لقيناش له اي قطعه ولا شيء، ارضنا لقيناها وبيتنا كله دمار، كله متجرف. اتمنى ان ارجع في استقرار، اعيش حياتي في استقرار زي ما كنت عايشه قبل الحرب وقبل الحصار، اني يرجع بيتي اعيش فيه انا واولادي فيه، استر حالي فيه، خصوصا ان دخل علينا الشتاء الحين، يعني الواحد متشرد من بيت كل يومين في بيت عند الجيران. نرجع نعيش في استقرار، يعيش الشعب الفلسطيني، يعني كل العالم عايش في استقرار، ليش احنا ما نعيش زي العالم اللي عايش في استقرار؟